والإنسان والسكين عادته ما يجيبش. بعد كده دفنت راسها في الرملة. أنا شايف إن خدت حركة في المكان ده. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنا، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. ايه الموضوع او ايه الجريمه اللي هنتكلم عنها؟ وانا قلت انا قناتي مش بتكلم عن جريمه كيفيه ارتكابها وكيف تم القبض على المتهمين والمجن، ابدا. انا كل هدفي بشرح الجريمه عشان نستفيد. الشخص ده غلط، طب غلط ليه؟ نتعلم من غلطه عشان ما نقعش في نفس الغلط. ايه اللي خلاه وصل لمرحله ان هو يرتكب الجرم والمجن عليه او المجن عليه؟ ايه اللي وصلها تكون ضحيه؟ ايه كانت ممكن تعمل ايه علشان ما تقعش في نفس المشكله؟ او هو المتهم ايه اللي خلاه يوصل لمرحله ان هو يعرض نفسه لحكم قاسي قد يصل الى الاعدام؟ بدعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار بالموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. قضيه النهارده حصلت في كرداسه محافظه الجيزه. شاب عنده 38 سنه، هو طبعا متجوز من 7 سنين، فتاه عاديه جدا اسمها سعده، عندها 29 سنه. جواز تقليدي كلاسيك، هو بيدور على عروسة. يا جماعة أنا عايز عروسة تبقى بنت ناس وأخلاق وتدين. الناس قالوا تعالى في بنت غلبانة وأهلها ناس على قد حالهم، مش هيتقلوا عليك في الطلبات ومش هيدوسوا عليك في الذهب ولا في الجيمة ولا في المؤخر. كل اللي انت عايزه الناس هيوافوا عليه لأن هم عايزين يسطروا بنتهم. كلمة يسطروا بنتهم يعني عايزين يجوزوا بنتهم. فعلا اتقدم سليمان للناس وفعلا رحبوا بيه، وخاصة ان هو راجل كسيب وليه دخل كويس وعنده شقته مفروشة، فرحبوا بيه وفعلا تمت الزيجة بعد قصة حب في فترة الخطوبة بين سليمان وبين مسعيد. ليلة الفرح طبعا كان في حجاز لها فندق وعمل فرح كبير والدنيا كويسة، ودخلوا اتعشوا مية مية. وبعد كده وهم داخلين اوضه النوم لقاها مضطربة جدا وخايفة. هو قال لك دي عشان ليلة العمر بالنسبة للبنت وخوف، لكن هي كانت خايفة من ناحية تانية. كانت خايفة لانها هي ما كانتش بنت، كانت غلطت مع احد الشباب وفض غشاء بكرتها، فبالتالي هو هيعرف جوزها. بالفعل ليلة الدخلة اكتشف الزوج ان مراته مش بكر. مين اللي عمل فيكي كده؟ قالت انا كنت بحب شاب وهو ضحك عليا وبعد ما فقدني عذريتي سابني ومرضيش يتجوزني. وانهارت وقالت له ابوس عيدك سامحني وما تقولش لاهلي وسطر عليا وانا هكون تحت رجليك وانا هسعدك وانا وانا وانا. سليمان وافق وبالفعل استمرت الحياه، وبعد كده خلف منها بنت وولد واستمرت الحياه. لكن في خلال السبع ثمان سنين اللي فتره جوازه كان على طول الشك بيراوده، يعني يروح الشغل ويجي يطوب عليها في اوقات او غير اوقات اللي هو متعود ان هو يجي عليه. مين اللي كان عندك؟ السرير كان مستني، انا كنت حاطط المخده كده، انا شايف المخده اتحركت من مكانها، علبه السجاير كانت نص سجاير، مين اللي دخل وشرب السجاير بتاعت؟ مين اللي قعد في البيت وشرب شاي؟ مين ومين؟ تقول له والله ما خنتك، والله عمري ما دخل حد. كان بيسال ولادها ايه مين اللي دخل وانا غايب؟ يقول له ما فيش حد جه يا بابا. طب امكم خرجت؟ لا ماما ما خرجتش. كان بيخاف وكان الشك، واحنا قلنا يا جماعه الشك ده كارثه. اذا الزوج سلم نفسه لشكوكه مش هيقدر يعيش، هتبقى حياة صعبة جدا، حياة هتبقى قاتلة بالنسبة له. الشك ده بيخلي الزوج بيحس ان هو لو رمش بعينه ان مراته تخونه، وبالتالي مش هتبقى حياته مستقرة، هتبقى حياته كلها عذاب في عذاب. لدرجة ان هو جه في يوم وليه قال انا اعذب نفسي ليه؟ وبشك ليه ان انت بتخوني بسخونه؟ انا هحبسك في اوضه. وفعلا حبسها لمدة 15 يوم ما تطلعش من الاوضة خالص. هو اللي دخلها الاكل ودخل لها الشرب وحبسها لغاية اخواتها ما عرفوا، وراحوا هناك اتخانقوا معاه وطلعوا اختهم وخدوها قعدت عندهم 3 اشهر لغايه الزوج ما وسط ناس وراحوا قالوا هو عرف غلطته ومش هيعمل كده تاني وخلاها ترجع. وفعلا رجعت البيت مره تاني، لكن فضلت الشكوك تراوده. شرفي عرضي بتخوني، اللي خانت مره تخون 10. المهم جه في يوم من الايام قال لك انا لازما الوساوس دي، لازم الوساوس دي اخلص منها، لازم. انا مش هينفع، انا ضحيت بكرامتي وبرجولتي ووافقت ان انا يعني اسطر عليها وهي مش بنت واقول عليها بنت، لا انا غلطت ولازم اصلح غلطي. لكن انا لو قلت لاهلها دلوقتي مش هيصدقوني، هيقول انت جاي بعد 7-8 سنين جواز وبعد ما خلفت منها جاي تقول ما كانتش بنت. انا بقى لازم اخلص من الوساوس دي، لان لو طلعتها هتطالبني بنفقه ليها ولولادها، وهتطالبني بالشقه، وهتطالبني بمقدم ومؤخر وانا معيش، فانا لازم اخلص منها بشكل ذكي ما تمسكش. بالفعل
قال لها تعال بعد ما تعشوا قال لي الاولاد اتفرجوا على التلفزيون وانا اخد امكم نتمشى شوية ونتذكر ايام حبنا ونرجع لكم اخر الليل. فالعيال قالوا تعالى خدنا معانا يا ابو خدنا معاكم. قال الاب والام قالوا لا خليكم انتوا. وفعلا مشوا هما الاثنين انكاجيه كده وهي فرحانه ان جوزها ابتدى يتعدل معاها وهيفسح. خدها في طريق اسمه طريق ناهيه بكرداسه. طريق ناهيه بكرداسه ده طريق جانبي شويه الاشجار على الناحيتين طريق مش مفروش نسبه اضاءه كبيره في الليل يعني عمود على كل مسافه بعيد عمود تاني فلاها ان ده احسن مكان ينفس فيها جريمته. بالفعل جه في وسط الطريق في حته مظلمه وراح مطلع السكينه وحطها على رقبتها طلعها على رقبتها وقال لها لازم تقولي انت بتخونيني مع مين. فقالت له والله ما اخونها حتى بنفس احتفظتها قال ايه والله قالت لي وهي بتموت والله مش بخونك والله يا سليمان ما بخونك وحياه ولادي ما بخونك وعمري ما خونتك انت ليه بتعمل كده معايا انت ليه بتشك فيا قال له صدر مني تخليك تشك فيا لكن انا ما سمحتش لبكاها وفعلا طعنتها عده طعنات وبعد كده ما استريحتش كنت خايف عشان حد ينقذها فروحت فاصل راسها عن جسمها تماما علشان ما يبقاش فيه امل ولا 1% ان حد ممكن ينقذها. بعد كده دفنت راسها في الرمله قلت عشان ما حدش يعرفها سبت الجتة في حته ودفنت الراس عشان ما حدش يعرف ملامح وشها ويقدر يستدل عليها. وروحت البيت بعد كده قلت للعيال فين امكم قالوا لي يا بابا ما خرجت معاها قلت لا ده هي سابتني ورجعت وجات اروح البيت ابنها تعبت قالوا لا ما رجعتش يا بابا. فضلوا مستنيين يومين وبعد كده راح لاهلها قال لهم بنتكم طفشت ما اعرفش فين وراح عمل محضر غياب واستمر الوضع على كده لغايه ما في ناس كانوا ماشيين في طريق كرتاسه ناهيه لقوا فعلا ان في جته ملقحه في الشارع والكلاب بتحاصرها. المهم جابت الشرطه من خلال تحريات الشرطه ورجال الشرطه قدروا يتوصلوا من خلال محاضر الغياب ومن خلال اهلها اتعرفوا على لبسها ومن خلال التفاصيل اللي كانوا اخواتها عارفين في جسمها في رجلها عرفوا ان هي دي اختهم 100%. ابتدت بقى التحريات بتثبت ان العلاقه بين الزوج والزوج علاقه سيئه جدا وان هو كان حابسها لمده 15 يوم متتاليه وان اخواتهم جه خدوها وانه في معركه دارت بينهم وبين بين اخواتها وبينه وضربوه وخدوا اختهم غصبا عنهم وان هو قعد 3 شهور في الاخر راح رجعها واحتمال يكون الزوج هو اللي قتلها. بالفعل ما دام الجته موجوده يبقى الراس لازم ما تكونش بعت عن المنطقه. من خلال التحريات ومن خلال المخبرين قدروا يتوصلوا على المكان اللي اتدفن فيها الراس وجابوها. بتضييق الخناق على سليمان اعترف وقال هي خانتني وانا كنت واثق ان هي بتخوني والموضوع كذا كذا. نيجي للمفاجاه بقى. انا قلت يا جماعه الاختلاف بين الزوج والزوجه قول زي ما انت عايز بس اوعى تسوق سمعه واحده بين ايدين ربنا. يعني انت دلوقتي سوقت سمعه مراتك وقلت ان هي ما كانش بكر وان هي كانت بتخونك. هي مش موجوده عشان تدافع عن نفسها. لكن انت ربنا خلاك بلسانك قلت ان هي كانت بتبكي وانا بتبعها وبتقول لك والله ما بخونكش والله يا سليمان عمري ما خونتك حرام عليك يعني انت نفسك اعترفت بلسانك ان هي وهي بتموت والانسان والسكين على رقبته ما يكذبش. المهم تحريات المباحث بقى هي اللي كانت الفيصل. تحريات المباحث اثبتت ان البنت سمعه ممتازه جدا وانها عمرها ما كان لها علاقه باي شاب وان كل الافلام اللي قالها الزوج دي ان هي مش بكر وان هي كانت بتلعب بديلها وان هي كانت بتخونه كل هذه مبررات قالها الزوج علشان يقنع الناس ان هو كان بيقتلها علشان شرفه وعشان عرضه. لكن التحريات اثبتت ان هي ست محترمه جدا وفوق مستوى الشبهات واهلها ناس محترمين وان هي كانت بكر ولا يمكن ان حد كان يشك في كده لان ما في التحريات اثبتت ان هي عمرها ما اتعرفت على شاب وعمر ما حد جاب سيرتها باي حاجه وحشه. طبعا القضيه برمتها حصلت في محافظه الجيزه في كرداسه. طبعا القضاء العادل اقتص وصدر الحكم باعدام الزوج. حكمت المحكمه حضوريا بالاعدام. ليه؟ لانه ده قتل مع سبق الاصرار والترصد. اولا استدركها خدها بحجه ان هم هيتمشوا بعد كده خدها في منطقه غير ماهوله بالسكان وكان مجهز اداه في جيبه عباره عن سكينه قدر ان هو يقتلها بيها وبعد كده مثل بالجثه لما فصل الراس عن الجسم. يعني معنى كده ان هو ارتكب عده جرائم متتاليه في وقت واحد كان مرتب لها وكان مجهز لها. ده اللي هو بيسمى جريمه مكتمله الاركان قتل مع سبق الاصرار والترصد. عشان كده المحكمه ما خدتش باي نوع من الرحمه مع مثل هذا الزوج وحكمت عليه بالاعدام حضوريا واعتقد ان الحكم هيتنفذ في خلال ايام لان هو في اخر جلسه كان بيعترف وبيقول يا رب سامحني انا غلطت والشك ما اعرفش جالي منين لان احيانا الزوج ممكن يشك في زوجته على فكره من غير ما يالف الافلام دي كلها.
لكن للأسف الزوج الشك عطى نفسه فرصة ان هو يشك فيها وبعد كده تمادى في افلامه وفي احلامه لغاية ما صدق نفسه. يا جماعة لازم نبقى عارفين ان الواحد ما يشكش الا بأدلة وبراهين، غير كده يبقى هو اللي غلطان. لازم نفكر، ومش ممكن واحدة انت حتى لو هي مش بكر انت قعدت معاها 7 سنين وخلفت، ايه اللي مدام سمحت في الاول حتى لو كلامك صح، ايه اللي يخليك ترجع تعيش في وساوسك القهرية دي وتحاول ان انت تعيش فيها لدرجة ان هي تخليك تسيطر عليك اوهامك وتقتل زوجتك؟ دي من القضايا الشائكة جدا، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.